دائرة التمثيليات تقدم تمثيلية السهرة. المخرج المنفذ فؤاد علي. فؤاد. تمثيلية السهرة من إخراج سناء حمود. العطشانة. التأليف حسان فياض يوسف. ايه يا ابني يا طارق، اللي لشوف وين اجت عيناك؟ والله يا بابا بالحسكة، بقرية اسمها العطشانة بالبادية الشرقية على حدود العراق. وبدك تروح؟ مستحيل خليك تروح، ان شاء الله عمره ما يصير تعليم. شو عم تحكي يا امي؟ بعدين ليش انا لحالي؟ في اكتر من 50 مدرس اجا تعيينهم بالحسكة، وكل واحد بديرة. يا ماما هذا قرار وزارة التربية. كل الناس خير وبركة، مثل ما قال سبحانه وتعالى بكتابه العزيز: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ما فيك تحكي مع حدا من أصحابك يقربوا شوية يا أبو طارق. ما رح أحكي مع حدا، طارق شاب وصار مدرس ولازم يشق طريقه بنفسه. شو بدك تخليني موت؟ مين بده يعمل له أكل؟ مين بده يغسل له تيابه؟ طيب كيف بده يعيش لحاله؟ ليش هيك عم تحكي أنت يا أمي؟ ليش هيك؟ بعدين أنا مالي صغير، أنا بطبخ وبغسل لحالي. وبوعدك يا ست الكل إنه كل ما يصير لي فرصة رح أنزل لعندكم، والناس خير وبركة. طيب يا ابني، إمتى مقرر السفر؟ إذا الله راد السبت وكل الأمور صارت جاهزة. أمي طارق، خد معك من هون كل شي بيلزمك مشان ما تحتاج بالغربة. يا ربي الله يقطع الغربة وساعتها. خلصنا أمي خلصنا، ما تاكلي هم، أنا بس بدي إياكي تديري بالك على حالك وعلى صحتك.